بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق، وهم من وجوه. يقول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قلت مبني على ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من اعتراض على ابن إسحاق رحمه الله الكاتب في السيرة. ابن إسحاق رحمه الله ذكر أمورا يعترضها ابن القيم رحمه الله، يقول إنه لا ينبغي أن تصدر من ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق عالم وجليل وعنده علم بالسيرة النبوية، فكيف يخطئ هذا الخطأ الفاحش؟ ما نوع الخطأ؟ أورده قال: نعم، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره، وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم. وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر: انظروا فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم. الاعتراض الأول على ابن إسحاق رحمه الله، هذا الذي ذكره المؤلف في سياق القصة، وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم. منسوب إلى ابن إسحاق رحمه الله هذه القصة، وهذه القصة متواترة وموجودة في السيرة النبوية، لكن ابن إسحاق رحمه الله أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء المنافقين في هذه القصة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلن أسماء المنافقين، بل جعلها سرا بينه وبين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فما كان المنافقون معلومون عند الصحابة رضي الله عنهم لمصلحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعلم حذيفة رضي الله عنه بأسمائهم ليعلمهم لئلا يتولوا أمرا من أمور المسلمين فيهدموها ويضروا المسلمين. يقول: هؤلاء الاثنى عشر ما عرفهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأما من عدا هذين الرجلين فإنه لا يعلمهما أحد. وحذيفة رضي الله عنه مشهور بين الصحابة بأنه صاحب السر، يعني يعلم السر الذي يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
أطلع حذيفة على شيئا من السر، وإلا فإن حذيفة لا يعلم جميع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه، ثم أطلع عليه حذيفة. فيقول ابن القيم رحمه الله: إن حذيفة بن اليمان مشهور بين الصحابة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لا يعلم هؤلاء الاثني عشر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليه، والثاني من هو؟ حذيفة بن اليمان. وما عدا حذيفة لا يعلم أسماءهم، لا عمر ولا غيرهم، لأن حذيفة رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعرفتهم؟ قال: يا رسول الله هم ملثمون، ما يبون أحد يعرفهم، لأن نيتهم خبيثة باطلة، نيتهم سيئة، نيتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفت ناقة فلان. الناقة ما يدراه هي ولا لا، عرفت ناقة فلان وناقة فلان، وإلا فهم ملثمون وستروا على أنفسهم باللباس اللي على رؤوسهم من كذا سترة، يعني تلثموا لا يدرى منهم، يقابلهم الواحد ما يدري منهم هكذا. ولذا ما علمهم الصحابة رضي الله عنهم لحكمة، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار الصحابة بذلك، وإنما أخبر بذلك حذيفة، ويكفي حذيفة في حمل السر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رضي الله عنه مشهور بين الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرفون الصحابة رضي الله عنه، يعرفون الصحابة رضي الله عنهم أصحاب الإفك وأصحاب النفاق الشديد، كيف يعرفونهم؟ يعرفونهم إذا رأوا حذيفة لم يصلي عليهم ما صلوا عليهم، لأن الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فتوقف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين. صار عموم الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى حذيفة أن صلى على هذه الجنازة، صلوا عليها، دليل على أنها مسلمة مؤمنة. وإن توقف حذيفة رضي الله عنه توقفوا، لأنه لا يتوقف إلا عن الصلاة على المنافقين. ولذا عمر رضي الله عنه قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، كيف نعرف المنافقين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا الفتك به وأرادوا قتله، يتدمدم يريدونه يتدهده في وسط الوادي من على العقبة من فوق، طريق مرتفع فوق واجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قطعه فأرادوا يضايقونه لأجل أن تقلبه الراحلة، تقلبه الناقة فيسقط فيموت. كيف يعرفون هؤلاء؟ قال: اعرفوهم بتوقف حذيفة عن الصلاة عليهم إذا حضرت الجنازة. إن حضر حذيفة وصلى عليها فهو دليل الإيمان، دليل أن الجنازة هذه مؤمنة. وإن توقف حذيفة عن الصلاة على هؤلاء فللسر الذي أودعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الملاحظة التي لاحظها ابن القيم رحمه الله
على المؤلف في كون الذي هو المؤلف ابن القيم رحمه الله على تفصيله لحذيفة وأخباره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهم. يقول رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر بأسماء المنافقين، لأنه لو أخبر بذلك لعلموا وعرفوا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعرفوا، وإنما علم بذلك حذيفة بن اليمان. فمن رآه حذيفة ولم يصلي عليه دليل على أنه منافق. ابن القيم رحمه الله اعترض على ابن إسحاق في كونه يقول ثم أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي لم يخبر بأسماء المنافقين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة بن اليمان فانطلق حتى إذا أصبحت فاجمعهم، ولما أصبح قال ادعوا عبد الله بن أبي وسعد بن أبي سرح وكذا وكذا، هذا إعلان لأسمائهم. والصحيح أنه لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر غير حذيفة بأسماء المنافقين. الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي وهو وهم ظاهر. وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك. يقول من الأوهام التي ذكرها ابن إسحاق رحمه الله ذكره لعبد الله ابن أبي ابن سلول أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وليس كذلك. فعبد الله بن أبي تخلف عن غزوة تبوك ولم يحضرها. وابن إسحاق يقول هو الذي قال سابقا وتخلف عن هذه الغزوة عبد الله بن أبي بن سلول، فكيف يكون منهم من الذين حاولوا الإطاحة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس منهم. عبد الله بن أبي بن سلول اثنان، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رجل مؤمن تقي صالح. الثاني عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين. الولد مسلم تقي مؤمن، الأب فاسق فاجر الله يتولاه. وقد جاء الابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مرني أن أقتل أبي، مرني أن أقتله لأنه منافق. قال وتحب ذلك؟ قال والله يا رسول الله لقد علم الصحابة كلهم أنهم ما يعرفون أحد أوصل مني لأبي، أنا أصله وأحبه وأبوي أحترمه، لكني علمت أنك قد تأمر بقتله لأنه رأس المنافقين، فيقتله مؤمن بأمرك، ثم قد لا تقر عيني إذا رأيت قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله. فكون قتلت مؤمنا بمنافق، ولا أريد ذلك، أريد أنا أقتله علشان ما أقتل أحد بسببه رضي الله عنه. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشعور، وقال بل نستأني به لعل الله أن يصلحه، لعل الله أن يصلحه، وإلا هو فاسق. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول هذا الرجل التقي، عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين.
الثالث أن قوله وسعد بن أبي سرح وهم أيضا وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتة، وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأمنه وأسلم فحسن إسلامه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيئا ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الخطأ الثالث من ابن إسحاق رحمه الله أنه قال من ضمن الاثني عشر الذين أرادوا الإطاحة بالنبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي سرح، سعد ابن أبي سرح منهم، يقول ليس منهم، ومعلوم أن سعد ابن أبي سرح لم يعلم أنه أسلم حتى يظهر عليه النفاق، وإنما الذي أسلم عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، وعبد الله لم يكن معهم أصلا، وإنما كان أسلم عبد الله بن سعد أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد عن الإسلام ورجع من المدينة إلى مكة واستقر بمكة، ثم إنه رضي الله عنه لما هاجر لما فتح الله لمكة مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم أمنه وطلب عثمان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيزه ويسمح له عن عفوته، فألح عثمان رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عثمان ويقدره، فما رد شفاعته بل قبلها وسمح لعبد الله بن سعد، ثم لم يعرف عنه زلة فيما بعد، وعرف أن الله استجاب له رضي الله عنه، قال اللهم اقبضني إليك بعد انتهائي من عبادة، دليل صدقه أن الله استجاب له فقبض عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قبل أن يكمل التشهد الأخير خرجت روحه رضي الله عنه. قالوا هذا دليل على صدقه في دعوته لأن الله استجاب له دعاءه. ابن إسحاق رحمه الله قال من ضمن الاثني عشر الذين هموا بالإطاحة برسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي سرح. يقول ابن القيم سعد هذا ما عرف أنه أسلم أبدا، وإنما مات على الجهل بالكفر، وإنما الذي أسلم عبد الله ابن سعد وارتد عن الإسلام ولم يكن مع الاثني عشر، ثم رجع إلى الإسلام فأسلم حقيقة ومات مسلما رضي الله عنه. الرابع قوله هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا أستغفر كثيرا جميع أنواع الاستغفار وأسبح كثيرا، وإذا انتهيت أقول
اللهم اجعل أجره وثوابه لي ولوالدي وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ما الحكم في ذلك؟ حكم في ذلك صحيح، لأنك تتبرع بثواب العمل الصالح لوالديك ولإخوانك المسلمين، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير. يقول السائل: هل يجوز التساهل مع المنافقين في هذا العصر كما ورد في القرآن والسنة؟ المنافقون في هذا العصر وفي غيره هم من حيث التعامل يتعامل معهم كما يتعامل المسلم مع المسلمين، لأنه لا يدري عن نفاقهم إلا الله جل وعلا، فإذا تعاملت معهم فمعاملتك معهم صحيحة، لكن لا تطيعهم في الشيء الخبيث، لا تطيعهم في المعصية، لا تطيعهم فيما لا يرضي الله جل وعلا. يقول السائل: هل يستطيع المسلم بمشورة العلماء العاملين من تحديد المنافقين وفضحهم أمام المسلمين لما يخاف من شرهم وتزيينهم الباطل للمسلمين؟ إذا عرفت أن هذا منافق وتيقنت ذلك فلك أن تفضحه وتقول فيه ما تقول، لكن إذا شككت فيه فاحذر ذلك. ما يجوز للمسلم أن يتهم المسلم بأنه منافق إلا إذا تبين له أمره. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذا يختلف اختلاف الأحوال. إذا جئت من أي بلد من بلدان العالم ثم أتيت بالعمرة ثم سافرت للمدينة ورجعت من المدينة إلى مكة بعمرة ثم سافرت إلى الطائف لغرض من الأغراض ثم رجعت من الطائف إلى مكة بعمرة، هذا جائز. أما أن تخرج من مكة بعمرة من التنعيم أو غيره فهذا لا ينبغي فعله. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو في سجودي بلغة غير العربية؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تدعو بأي لغة تعرفها، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. يقول السائل: شخص دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثالثة، كيف يصنع بالتكبيرات التي فاتته؟ يكبرها قبل أن ينتهي الإمام أم بعد أن يسلم الإمام؟ إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الأخيرة فعلى المسبوق أن يكبر ويأتي بما بقي من صلاة الجنازة، ثم هو إن دخل مع الإمام فيما بقي من الصلوات فعليه أن يقضي الفائت، وإن دخل مع الإمام فيما هو فيه من الصلاة فعليه أن يكمل. كان يدخل مع الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مع الإمام الذي قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل مع الإمام فعليه أن يأتي هو بالخيار المسبوق بالخيار، إن شاء أن يكمل الصلاة وإن شاء أن يستأنف أولها. إن شاء أن يكمل الصلاة
التي بدأها فيتمم صلاته، وإن شاء أن يقرأ ما بقي عليه من الصلوات من التكبيرات التي فاتت عليه. فمثلا إذا دخلت مع الإمام والنبي والإمام في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قول اللهم صل على محمد، فأنت بالخيار إن شئت أن تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أدركتها، وإن شئت أن تأتي بأولها، فإن شئت فإن أتيت بأولها فعليك أن تكملها، وإن أتيت بما توقف بما وصل إليه الإمام فعليك أن تقضي ما فات. يقول السائل: رجل توفي وقد أوصى أحد أقاربه بناء مسجد ولم يتمكن الموصى بذلك في بناء المسجد، وخلف المتوفى 4 أولاد وقد استلموا أموال والدهم من الموصي بعد بلوغهم، أفتونا. إذا أوصى الرجل بشيء وبدأ في تنفيذ وصيته فعلى الموصى له أن يكمل الوصية ولا يقطعها، عليه الذي يجب عليه أن يكمل الوصية ولا يقطعها، كمن أوصى ببناء مسجد ودفع الدراهم لشخص ثم هذا الشخص صرف شيئا من الدراهم في بناء المسجد فمات الرجل، فعليه أن يكمل وصيته، يكملها ولا يتوقف. أما إذا أوصى بوصية ولم يتمكن من تنفيذ شيء منها فعليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي لينظر هل ينفذها أم يعطي الولد الأولاد أمواله، ولا يجوز له أن يترك الوصية التي وصي بها. يقول السائل: هل يجوز إرضاع الولد قبل الاغتسال من الجنابة؟ نعم يجوز ذلك وليس في ذلك محذور، لأن من عليه جنابة له أن يرضع إذا كان امرأة، وله أن يأكل وله أن يشرب وهكذا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة صرف راتبها سرا عن زوجها، وهل يجب عليها إخباره؟ ما يلزمها ذلك ما دام راتبها ومجهودها، فلها أن تتعامل كما تشاء، لكنه يحسن من باب الأدب واحترام الزوج أن تطلعه على تصرفها، وإلا فلا يلزم ذلك. يقول السائل: استدان رجل مني 1000 يورو قبل 4 أشهر تقريبا ويريد أن يسددني بالريال السعودي، فهل يجوز؟ وهل يكون السداد بقيمة الصرف الحالية أم وقت القرض، لأن الصرف يتغير مع الوقت؟ في هذه الحال يجب عليهما أن يتفاهما بطريقة تكون بكم تصرف الريال، بكم يصرف اليورو، يصرف بكذا، فيدفع اليورو ويأخذ الريال وهكذا. يعني إذا اقترض منه 1000 يورو وأعطاه إياه ثم أراد أن يسدد، ما في يورو هنا ولا يستعمل هنا، وإنما أراد أن يسدد بالريال، فقال: يا أخي أنت تريد مني 1000 بالعملة هذه، وأنت لا حاجة لك بذلك الآن، وحاجتك بالريال السعودي، فكم تساوي؟ اتفقتما على أنها يساوي 1000 اليورو يساوي 500 ريال، يدفعها الآن، ولا يجوز الاتفاق على الصرف والأجل، ما يجوز أن تؤجل،
بل عليك أن تدفع له في الحال. يعني أخذت منه 1000 يورو، وألف اليورو يختلف بيوما كذا ويوما كذا، ثم اتفقتما على الصرف، فإذا اتفقتما على الصرف فتصرفونه في الوقت الحاضر وتعطيه إياه حاضرا لا مؤجلا. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل الأمر يقتضي في ذلك الوجوب؟ الأمر هنا والله أعلم يقتضي الإباحة، الأمر النهي، الاستحباب، يعني يستحب للمسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يلزمه ذلك. يقول السائل: امرأة انتهت من الدورة الشهرية وقبل الاغتسال جامعها زوجها، فما حكم ذلك؟ يحرم جماعها قبل الاغتسال، وليس في جماعها قبل الاغتسال كفارة، لأنها ليست بحائض وإنما لم تطهر من الحيض. يقول السائل: رجل صغير في السن مبتلى ببياض الشعر، هل يجوز له أن يخضب شعره بالسواد؟ وحجته أن بعض المشايخ يخضبون بالأسود. لا يجوز للرجل أن يخضب شعره بالسواد، وإنما له أن يخضبه بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغيره، ولا يجوز تخضيبه بالسواد، ولا يجوز للمسلم أن يستدل بمن فعل شيئا محظورا. يقول السائل: ما معنى قول الجمهور؟ قول الجمهور يعني جمهور العلماء، كثرة العلماء، أكثر العلماء، يعني هذا قول للإمام مالك تقول للإمام مالك، قول للإمام أحمد للإمام أحمد، وهكذا. وإذا كان قال بهذا جمهور العلماء فهذا معنى الجمهور. يقول السائل: إذا سهيت في صلاة النوافل هل أسجد سجدتي السهو؟ السهو يوجب السجود، ويكون السجود واجبا أحيانا وأحيانا مباحا وأحيانا مكروه وأحيانا مستحب حسب السهو الحاصل. فإذا حصل سهو مثلا عمده يبطل الصلاة فيجب السجود السهو، وإذا كان عمده لا يبطل الصلاة فيجوز السهو ولا يلزم الصلاة. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتكلم في العلماء الربانيين؟ لا يجوز الكلام في المسلم بسبه ولا غيره، سواء كان عالما أو غير عالم، رباني أو غير رباني، متعلم أو غير متعلم، لا يجوز تناول المسلم بالغيبة والنميمة، يحرم ذلك على المرء والله أعلم. يقول السائل: ما صفة صلاة الميت؟ صفة صلاة الميت بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين. بعد التكبيرة الرابعة السلام. يقول السائل: اشتريت عقار وفي اعتقادي أن أبني عليها ما بنيت عليها اليوم، أريد بيعها، هل علي زكاة؟ لا يا أخي، ليس عليك بها زكاة،
ما دام النية جدت عندك في البيع فليس بها زكاة حتى يحول عليها الحول. يقول السائل: أوقفت أرضا لمسجد معين، هل يجوز لي أن أغير نيتي لمسجد آخر علما أن المسجد الأول لم يستفيدوا منه؟ عليك أخي أن ترجع في هذه المسألة للقاضي، لأنه لا يجوز صرف مال لمسجد إلى مسجد آخر إلا بإذن من القاضي الشرعي. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.